مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا، يعني مشاعر حب، مشاعر بيشوفك انت الام، سواء انت راجل او ست اللي بيسمعني، فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه، انت شخص عندك حنان ليه، عندك يعني عطاء كمان، فهو بيحس معاك احاسيس قوية جدا. ممكن لو انت ست اللي بتسمعيني، فممكن انت بالنسبة للشخص ده ام ولاده، انت مصدر عطاء، خير، بركة، وفرة، عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من برج الدلو، فالشخص ده بيشوف انك انت الشخص اللي بتقدر تحتويه، وانت الشخص اللي حنين عليه او بتسمعه كويس، انت في حياته بتحقق له توازن، بتحقق له سعادة، بيحس بأمان، بطمأنينة، احساس وجود الام. كمان بيحس ان حبك ليه، ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش معلق بشيء معين. كمان عنده اللافرز في مشاعره، فدي مشاعر حب قوية جدا وانجذاب ليك بشكل كبير يا برج الدلو، سواء على المستوى العاطفي او الجسدي كمان. ده بالنسبة لمشاعره، تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. شايفة في تفكيره او افكاره تجاهك في انجذاب قوي ليك جدا. الشخص ده ممكن يكون احيانا بيبقى متعصب، متهور، ممكن العلاقة فيها اون اوف كتير، يعني بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. ممكن يكون شخص شوية متهور في تصرفاته، ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة شيء تاني، يعني ممكن انا اكون برج ناري وطاقتي في الوقت الحالي مائية، يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم، طاقتي مائية رغم ان انا برج ناري مثلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج، لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج، فهو طاقته نارية أو أفكاره. الشخص ده قلبه موجوع قوي، حاسس هو حاسس ان هو وجع لك قلبك، او انتوا في بينكم مشاكل متكررة، او في حاجة تخص طرف تالت، طرف تالت اهل، طرف تالت افكار مش كويسة، او طرف تالت يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده، او يكون انتوا حصل بينكم مشاكل كذا مرة، هي يعني مش مشاكل متكررة مختلفة، لا نفس الشيء هو بيحصل في العلاقة كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو وجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده كذا مرة، او العكس هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها كذا مرة. بيبحث الشخص ده عن توازن، عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره، عن ان هو يديلك حقوقك لو هو اللي حاسس، لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك. فهو بيبحث في كل الاحوال طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني، ممكن يكون شخص تفكيره ناضج في الوقت الحالي، ممكن يكون منعزل. لو انت بتشك في علاقة ثلاثية، فالشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي، هو لوحده، انا شايفاه هو لوحده، حتى لو هو في علاقة فهو لوحده في الوقت الحالي. محتاج ان هو يفكر، ان هو يبحث عن حلول، ان هو يبحث عن توازن، ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه، او المساواة في الاخذ والعطاء بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث، فيها بحث كمان بسبب زي ما قلت ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي، او ان هو بسبب العلاقة فيها اون اوف كتير وعدم توازن ومشاكل وكده. فالشخص ده بيبحث في وقته الحالي طاقته بحث عن حلول. نواياه تجاهك او تجاه العلاقة، زي ما قلت الشخص ده في نواياه محتاج ان هو يتشافى، يعمل شفاء من الام كتير قوي. يعني هو عنده التين اوف سورد، التين اوف سورد دي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو كارت سلبي مؤلم جدا،
لكن في نفس الوقت في جانب كبير قوي ايجابي، ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي، ان دي اخر مرحلة، ان اللي بعد كده لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله، لان مفيش بعد كده ألم او مفيش بعد كده حاجة تاني هتحصل. فيا اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الألم الكبيرة الفظيعة اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم ليها ونايم كده، او ان الشخص ده خلاص كل السيوف كده خدها، فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وجديد. فانا شايفة الشخص ده فعلا بيدور على شفاء، على توازن، على يعني عدالة في الأخذ وفي العطاء. فهو هيقوم، يعني هو عنده القوة ان هو يستشفي من وضع زي ده. بيفكر فيك جدا بشكل كبير، شايف انك انت فرصة، شايفك كمان الشخص ده غير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. الشخص ده بيقدرك، يعني انت بالنسبة له مش يعني شيء قيم، مش معناها ان انت شيء. هو طبعا كلنا شيء، يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. كمان هو شايف انك انت شخص يعني اساسي في حياته، او انت شخص ذو قيمة في حياته. في نواياه في اسرار، ممكن حاسس انك انت بتخبي عليه شيء، حاسس انك بتخبي عليه حاجة، او حاسس انك شخص غامض وهو مش قادر يعرف حقيقة مشاعرك تجاهه. بيراقبك الشخص ده في نواياه، في نواياه شفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من أشياء سلبية كتير في حياته، وكمان محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك في الفترة اللي جاية، ممكن تلاقيه بيتجاهلك، او تلاقيه ان هو شخص غامض. هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية في الوقت الحالي، لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الأول، أو هو يظبط أموره الأول وبعد كده يبتدي يتعامل معاك أو يبتدي يتكلم معاك. ده اللي موجود في نواياه. أو الشخص ده في نواياه إن هو هيعمل كده في الأول، وممكن أثناء ما هو بيعمل كده أنت تحس بتجاهل من ناحيته، لكن فيما بعد الشخص ده هيجيلك بعرض حقيقي، هيجيلك بعرض حقيقي وهيتكلم معاك، وهيكون في بينكو يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة، متمسك بيك الشخص ده، وبيراقبك، في مراقبة منه ليك او انت بتراقبه، لكن في ترقب. هو بيراقبك بهدف الفضول، او بهدف ان هو يشوف منك حاجة، او لو هو بيشك في حاجة فهو بيراقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لا. هي دي طريقة المراقبة اللي انا شايفاها منه ليك في الوقت الحالي. يعني بيراقبك كده في السر للبعض. البعض ممكن الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده، يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة، فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لأشخاص لمساعدته. ممكن الشخص ده مكسوف منك، ممكن الشخص ده مستني يشوف منك يعني جرين لايت او ضوء اخضر كده، ان انت مستعد ان هو يرجع لك تاني. دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة، يعني في كل حد يشوف المناسب بيه. لكن في كل الاحوال شايفاه متمسك بيك، شايفاه بيبص عليك. لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان في بينكم عائق ديني، او في تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي لبعضكم طبعا. ففي خطواته القادمة الشخص ده هيبقى بيبص عليك وبيراقبك في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وممكن يكون يتخفى في او يعمل اكاونت فيك مثلا، او يتخفى في اي حاجة او كده ويراقبك، او يسأل اشخاص عنك.
فانت هتكون شغله الشاغل في الفتره دي في ان هو يعرف حاجه عن اخبارك او كده، والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متمسك بيك، ومع كده هو شايف ان في شيء بيمنع، ممكن يكون انت متزوج هو متزوج، في عائق، في حاجه تخص التقاليد او الاعراف او كده، في مشكله في العلاقه دي هو الشخص ده شايفها. ده من ناحيه خطوات. طيب اقول لكم اجابات الملائكه قبل ما نروح للاوت كام او مصير العلاقه، مش المصير المطلق للعلاقه، لان ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي طاقات متغيره، لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحله اللي جايه اللي احنا فيها. اجابات الملائكه بتقول لك في الاسابيع القليله القادمه، لو انت تسال على حاجه او شاكك في حاجه فبيقولوا لك لا. ممكن تكون بتشك ان الشخص ده عنده طرف ثالث، او ان هو مش بيحبك، او يعني يا رب تكون لا، دي اجابه تكون كويسه بالنسبه لك، ما تكونش حاجه وحشه بالنسبه لك. كمان بيقول لك في طريقه تانية افضل، او في حاجه تانية افضل، فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي في افضل منه، في حاجه افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده مش مناسب بالنسبه لك، او شخص متعب بالنسبه لك، او مش هتقدر تكمل، ففي افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقه بتدار بشكل مش مظبوط، ففي طريقه اكتر من افضل من دي تقدر تدير بيها العلاقه، سواء انت او الطرف التاني. الرومانس انجل بيقول لك في شخص راجع لك من الماضي، ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده، بيقول لك كمان سول ميت، ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توأم روحك. في كمان بيقول لك ان في عندك مشاكل من الطفولة، او عندك مشاكل في الاهل. بص اقول لكم على حاجة، برج الدلو الكارت ده بيقول حاجات كتير قوي، فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة، يعني كان في انفصال احد الابوين، او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تكون انت في خلاف مع الاب والام، وانت لازم تخليهم يسامحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة، الاب الام الاخوات او كده في الوقت الحالي، بحيث انك انت حياتك تروح للافضل وتتحسن. ده مأثر على حياتك لو ده موجود، فكل حد يشوف في ايه، او في مشكلة تخص الاطفال، او في حياتك العاطفية بتأثر على اطفالك لو انت عندك اطفال، فانت خلي بالك من ده. فانت حاول انك تطمن، انك تشيل شكوك، ظنون، اوهام. الشخص ده بيقولوا لك ان هو سول ميت، في عودة شخص من الماضي، الشخص ده هو حبيبك فعلا، هو توأم روحك، لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت، مشاكل في نفسيتك انت. طيب بالنسبة للي بيسأل عن الشغل في برج وطبعا اللي مستني الاوت كام، استنوني، خدنا كروت سريعة للعمل والمال والصحة، لان كتير قالوا اتكلمي عنهم. العمل، في عندك فرصة للعمل، ممكن بعضكم مستني فرصة، او مستني اسمه يجي في حاجة، او مستني سفر، او مستني بعثة، هجرة، حاجة كده، فده جاي لك ان شاء الله، وانت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم ورق او كده، فاعمل ده في الوقت الحالي، الفرصة متاحة وكبيرة. كمان انت عندك مهارات كتير قوي، فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك، لان انت يعني قادر على اي شيء في الوقت الحالي. كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده، جهز كل حاجة، يعني ما تخليش في اي حاجة ناقصة، بحيث انك الفرصة دي ممكن تجيلك في اي وقت، يعني الموضوع هيجيلك بشكل مفاجئ. فجهز كل ورقك، خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي، بحيث ان لو جت في اي وقت ما تضيعش من ايدك، لان زي ما قلت هي جايلك في صورة فرصة. لو انت في شغل بالفعل، فانت هتحقق نجاح كبير، وهيبقى عندك شهرة كمان، وهتبقى مميز جدا في الشغل ده، وهتبقى مشهور كمان، يعني هتبقى صيتك واصل لكل مكان، او مسمع زي ما بيقولوا، لان انت هتكون واخد طاقة الماجيشن، يعني بتعمل
كذا حاجة، هتبقى مشهور عند رؤسائك انك شخص شاطر بتعرف تعمل كذا حاجة في نفس الوقت كده، يعني كل ده يخص العمل. فانت عندك الناحية العملية في كل الاحوال انا شايفاها جيدة جدا. الصحة شايفة في الصحة في استقرار، يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يسافر لعمليات تجميل، او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للأحسن. ممكن بقى هتستعمل حاجات، ممكن هتعمل حاجات تجميلية، ممكن لو راجل ممكن هتروح جيم هتحسن من جسمك. لبعضكم ممكن محتاج عنده مشاكل في القدمين او كده، ممكن بسبب تخن او حاجة، فممكن بعضكم هيلجأ لجيم او لدايت او لتخسيس بأيا كان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي شكلك هيبقى متغير، يعني هيبقى منور، هيبقى في طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدلو. الاموال، انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرض، او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك، ممكن من الاهل او في حاجة هتجيلك في البيت. وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت، انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع، او في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة كبيرة. ففي حاجة هتجيلك سواء قرض او منحة او حاجة زي كده، انك تعمل بيها حاجة تخص كده مشروع، بيت، حاجة كبيرة يعني، مش حاجة عادية يعني. فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي بالنسبة للعازبين من برج الدلو. العازبين من برج الدلو، انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي، متألم، تعبان نفسيا، مش بتنام، عندك أرق كتير قوي وعندك أفكار كتير وعندك لخبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي أو تحدد الشخص ده عايز ايه. ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير، لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي، وده تعبك قوي أو بتفكر فيه بشكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مشي وسابك من غير سبب أو من غير ما يقولك السبب. يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قالكش عليه. الشخص ده لو هو مشي وسابك فهو رجع تاني، لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة، وعاوز يحقق رضا، عايز يعمل حاجة.